قبل ما ننهي، أنا كتير بحب أضيف شغلة، إنه إحنا السر الأساسي من أسرارنا في السعادة واللي بنحكي فيه مع الناس ومندرب عليه، إنه تبدأ بالنفس، محبة الإنسان لذاته. صح. أحبب نفسك، إحنا عنا إياها شو ما كان السؤال في الحياة، شو ما كان الدنيا، شو ما كانت الأمور اللي حوالينا اللي عم نحكي فيها، تبدأ بالحب. كل يعني هو صح. السر هو الحب. يعني يبدأ من حب الإنسان صح. لذاته. إجابة الأسئلة جميعا الحب. إذا حدا ضايقك حبي، إحنا عنا كمان ادفع بالتي هي أحسن، بس مش تحبي، يعني بدك تحبيه بطريقة صح، إنه يعني بدك تعرفي كيف تحبي هذا الشخص اللي ضايقك مشان يصير إنسان أفضل. المحبة هي الحب، إنه أنت دائما تكوني عايشة بحب مع نفسك، حب مع الآخرين، حب للمخلوقات، حب للكون. هذا الإشي كلياته بنمي عنا، يعني دائما بنمي عندك. كل ما بتحبي حالك أكتر كل ما بتحترمي الآخر، وإحنا هذا إشي كتير مهم، احترام الآخر. إذا احترمت نفسي سوف أحترم الآخر. إذا أنا كنت ما بحب حالي أنا رح أكون كتير سيئة وعدوانية مع كل حدا، لأنه فقد الشيء لا يعطي.